لك وهو بحبك وهو ما اقدرش انسى بحبك وراه وناس تشرب على المسكوت ناس تحب وناس بتموت وناس تشتم بالبيوت وناس تعمل فينا معروف روح يا عمي وبلاش كده بس الحال ده فينا طول وصفوني ليه حلوان والله طرب سلام صحيح حزاف وصفوني دول وانسكني الحال طول سيبني الحال طول انا خايف عليك يا ولد انا خايف عليك يا ولد انا بعض احبابك ما تقدرش وانا ماشي جنبك حبك اخر عند ربك قابلت يوم سفر يملى من المسكة اسقيني قلق اشرب من الجرة واوعك تغيب مرة عن موكب الأحباب يا حبيب ان شاء الله خلاص عشرة ثمانية عشرة
الشيخ أيمن عبد العزيز وعشوائي أخويا الشيخ محمد عبد العسكري ودعوة عامة لبقاء الأحباب. أخويا الشيخ أسامة بعزة وأخويا الشيخ محمود بعزة حيدر وحسام بوبيل. أمانة يوم العيان تجري لي حال على حالي مش عارف اعمل ايه ولا قادر اقول يا كل اللي اقعد اعمله اسكت وادى عليه ما هي دنيا طوالي مش عارف اتكلم ولا قادر اتكلم مش عارف اتكلم